يواجه المتصدر برشلونة اليوم امتحانا صعبا أمام مضيفي فالنسيا ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإسباني. الفريق الكتالوني يدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد سلسلة من النتائج الملفتة للنظر في جميع البطولات، وسيسعى البروغرانا لتحقيق انتصار يعزز موقعهم على صدارة الترتيب. وعلى الجانب الآخر يأمل المدرب الجديد الخفافيش الإنجليزي غاري نيفل في تحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره التدريبي مع فالنسيا. وفي لقاء آخر ضمن نفس الجولة يستضيف ريال مدريد نظيره خيتافي في ديربي مصغر. الفريق الملكي يدخل اللقاء سعيا لتجاوز صدمة قرار استبعاده من بطولة كأس الملك على خلفية مشاركة لاعبه الموقوف شيرشيف أمام قادش. ومن المتوقع أن يشهد اللقاء عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لصفوف الريال بعد غيابه عن آخر ثلاث مباريات لناديه. نركز فقط على لقاء ختافي وهدفنا هو الفوز واستمرار المنافسة على صدارة الترتيب. سبق وأن أوضحنا موقفنا بشأن ما حدث في مباراة قادش، ولا يوجد ما يمكن إضافته أكثر. وفي بقية المباريات يرحل الوصيف أتلتيكو مدريد لمواجهة غرناطة، ويستضيف ديبورتيفو لاكارونا نظيره إشبيليا.